عدد اليوم في برنامج تحريات سنتناول موضوع خاص هو إرهاب من نوع آخر، فلا يخفى على أحد حجم الخسائر الكبيرة للأرواح، والسبب هو أمر احترنا هل نسميه ظاهرة أم آفة تعاني منها الجزائر منذ سنوات طوال. وللأسف عدد الضحايا في ارتفاع مستمر رغم المجهودات الجبارة التي تبذلها السلطات المختصة للحد من هذه الظاهرة أو الآفة. ونعرض عليكم بالتفصيل جهود السلطات للمراقبة والمكافحة حفاظاً على الأرواح والعتاد. حذاري، ما ستشاهدونه لا ينصح به لذوي القلوب الضعيفة، هي حوادث حقيقية وليست مقتبسة من أفلام رعب. أهلاً بكم مشاهدنا الكرام في عدد جديد من برنامج تحريات، ابقوا معنا. هي إحدى مشاهد الموت في أقصى صوره، أرواح تزهق لحد الآن، أطفال، شباب، كهول، شيوخ، رجالاً كانوا أم نساءً، منهم من قضى نحبه وآخرون أضحوا فاقدين لجزء منهم ومن عائلاتهم. وإن تعددت الأسباب، كيف، لماذا، ومن كان السبب؟ والله الآن لما راك تكلمت معايا ديجا شعري راكوش اقشعر بدني، لأنه حاولت المرور هذه المشاهد لما نشوفوها الصورة أبلغ من ألف كلمة، ما كانش كلام اللي نقدر نعبر به، الصورة راح تعبر أكثر وأكثر، ورايحنا نمكنوكم منها ونمكنوا المشاهدين باش يشوفوها لعل وعسى هذه المشاهد الصادمة لعل وعسى تحرك فيهم ذرة المسؤولية، تحرك في هذه السائقين ذرة مسؤولية، يقلوا من السرعة، يقلوا من عدم احترام قانون المرور، لأنه تقريب كل الحوادث سببها العنصر البشري وسببها عدم احترام قانون المرور. حوادث قليلة جدا لسبب تاعها ربما السبب تاعها يكون طريق. هذه الفيديوهات حقيقية تحصل عليها برنامج تحريات من قبل مصالح الأمن الوطني لولاية قسنطينة، أو التي سجلت ما بين السداسي الأول والسداسي الثاني لسنة 2022. حوادث المرور هي ظاهرة عالمية، لكن للأسف نجد أرقام كبيرة في الجزائر. الجزائر تحت المراتب المتقدمة في ترتيب حوادث المرور الجسمانية التي تحدث بها. تهور السائقين كشف عن مدى استهتار فئة كبيرة ما نجمت عنه حوادث مميتة. العينة هذه المرة من ولاية قسنطينة، حيث شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في حوادث المرور خاصة في الإقليم الحضري للولاية. السلام عليكم، معكم عربي مجبعيني. جي امشي ميساج pour tout le monde. Les gens اللي سوقوا شوية يديروا la vitesse parce qu'on a شفنا il y a trop d'accidents en ce moment. كاين بزاف لي موتو حوادث المرور. Pensez que qu'il y a des familles, qu'il y a des parents en mission africaine. Donc faites très très attention. La ceinture, les mains attachées. Ne me dérouche la vitesse bizarre. Qu'il y a les sorbots, il a pu changer de voie, mais il chauffe ni à gauche ni à droite, donc il faut jouer direct. Donc faites attention à ça. Chauffe mieux les rétroviseurs avant de sortir. Ou si vous comptez les longs voyages, parce qu'il y en a. يكونوا عيانين ويكملوا كيكي سوغو، دونك فايت اتونسيون، بروني دو طون، روبوزيفو، ومن بعد عاودوا روبروني لا روت. سوغوش كيكون الحال ماشي مليح باسكو كاين بزاف طرق اللي يجليسيو، كاين بزاف تاني اللي في ان فيراج يديو فيراج تروح فيهم طوموبيل، دونك فايت تخي تخي اتونسيون. نوتيليزي با فو تيليفون كيسكو مو سوغو، دونك كونسونتراسيون توتال في لا كوندويت. Pensez à vos parents, à vos familles. Imaginez juste le fait que la police dit d'être le voilà, votre fils ou la votre fille elle a fait un accident. C'est un choc pour eux. Donc faites très attention.
لخصت رسالة اللاعب الوطني رامي بن سبعيني ما تعانيه الجزائر يوميا جراء إرهاب الطرقات. حقيقة يعني في السداسي الأول من سنة 2022 سجلنا ربما أزيد من 270 حادث مرور مقارنة بالسنة الفائتة، فيه عدد الحوادث كان يقل عن 500 حادث مرور، يعني المتوسط راه ارتفع، متوسط حوادث المرور ارتفع بشكل ملحوظ. لذا هنا مصالح أمن ولاية قسنطينة سطرت برنامجا خاصا لأجل مواجهة هذه الظاهرة. طبعا أسباب حوادث المرور دوما هي تتعلق بالعنصر البشري بنسبة تزيد عن 95%، وهذا حسب الإحصائيات الوطنية للمرصد الوطني للسلامة المرورية، حيث أنه هذه النسبة تجعلنا دائما ما نركز على العنصر البشري بشكل أكبر، لأنه هو السبب الرئيسي في الحوادث، سواء من خلال عدم انتباهه أو من خلال عدم اتباعه خاصة لقوانين المرور. لذلك مصالح أمن ولاية قسنطينة على غير باقي أمن ولاية الوطن وباقي المصالح الأمنية المعنية بتطبيق قانون المرور بحذافيره زادت من حدتها وزادت من صرامتها في تطبيق قانون المرور، حتى على الأقل تساهم بشكل ولو بالقليل في اتباع قانون المرور من قبل هؤلاء المخالفين في مرات أخرى. تعددت أسباب حوادث المرور في ولاية قسنطينة، أين شهدت ارتفاعاً كبيراً في حوادث المرور خاصة في السداسي الأول لسنة 2022. الأسباب الرئيسية المؤدية لوقوع حوادث المرور خلال السداسي الأول من سنة 2022 في ولاية قسنطينة: عدم احترام السرعة القانونية 78 حادث، عدم انتباه السائقين داخل الأحياء 103 حادث، عدم انتباه السائق عند خروجه من مكان التوقف 29 حادث، فقدان السيطرة على السيارة 21 حادث، السياقة دون حيازة رخصة السياقة 20 حادث، التجاوزات الخطيرة للسائق 19 حادث، المناورات الخطيرة للسائق 14 حادث، رفض الأولوية 22 حادث، عدم انتباه الضحية 35 حادث، عدم أخذ الحيطة والحذر من طرف السائق 13 حادث، عدم احترام المسافة الأمنية 20 حادث. جدول مقارنة لحوادث المرور خلال السداسي الأول لسنة 2021 و2022 في ولاية قسنطينة. عدد الحوادث المسجلة سنة 2021 276 حادث، عدد الحوادث المسجلة سنة 2022 284 حادث، الفارق 8 حوادث. عدد الإصابات المسجلة في صفوف الذكور 251 حادث خلال سنة 2021 و267 حادث سنة 2022 بفارق 16 حادث. عدد ضحايا حوادث المرور من الإناث 85 شخصا خلال سنة 2021 و98 شخصا سنة 2022 بفارق 13 شخصا. عدد القتلى من الذكور 8 أشخاص سنة 2021 و10 أشخاص سنة 2022 بفارق شخصين. عدد القتلى من الإناث شخصين خلال سنة 2021 وشخص واحد خلال سنة 2022 بنقصان بشخص واحد بين العامين. السرعة المفرطة خاصة في الجسر العملاق وين حوادث يدمى لها القلب، يعني حوادث بسبب السرعة يدمى لها القلب أدت لكثير من الوفيات. الجسر صالح باي، الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 و3، امرأة ورجل يمشيان على الرصيف، تصل سيارة تاكسي بسرعة فائقة، فجأة
تفقد سيطرتها في المنعرج. غريزة حب الجزائريين لتقديم المساعدة لا تنفد. فوراً سرع الرجل إلى السيارة لإنقاذ صاحبها، لحسن حظ السائق أنه نجا من الموت. وككل مرة مشاهد مؤثرة أصبحنا نصادفها يوميا في طرقاتنا أو نسمع عن حصيلة ضحاياها في عاجل القنوات التلفزيونية. رافقنا مصالح أمن الولاية في مواجهة هذه الظاهرة والتي تكون تارة ردعية وتارة توعوية، والوجهة هذه المرة أحدى النقاط السوداء لمدينة جسر صالح باي. المسلك المؤدي للجسر يتضمن منعرجا خطيرا ومنحدرا بدرجة 30%، فالقادمين للمدينة يجهلون خطورة المسلك وصعوبته، خاصة عندما لا تحترم السرعة المحددة قانونا. اليوم مباشرة العمل على مستوى جسر صالح باي الجسر العملاق، وهذا لكثرة الحوادث المرور فيه، والسرعة المفرطة وهذا ما يؤدي إلى حوادث وخيمة تؤدي بحياة الإنسان. فالرادار الذي نصبته فرق أمن الطرقات سجل سرعات فاقت السرعة المحددة قانونا بأكثر من 30 كيلومترا في الساعة. السرعة المحددة قانونا بإشارة هنا على مستوى جسر صالح باي جسر العملاق هي 60. مسامحة عطينا محليات 20% تولي 80، يدي باسي فوق 80 أو تجاوز السرعة القانونية نطبقوا عليه القانون. في اللحظة هذه جي اس 4 بداية المهام، واضح؟ كون في استعداد. هيا واضح. هيا طوب. رونو كليو 4 دو كولور بلونش. رقم تسجيل 0 113 25 فيما يخص السرعة المحددة تاعو 91. عندك السيارة الثانية بيجو بارتنر دو كولور بلونش، عندك رقم تسجيل تاعو 0 سيكونتيا شوف عندك السيارة الثالثة دي فيات عنده مناورة خطيرة دو كولور نوار ماتريكي ليترونجيا ترقيم أجنبي أو عنده مناورة خطيرة في الطريق على مستوى الجسر. وقفوا عندك. واصل من 51. عندك كيا توريتو دو كولور غريز رقم تسجيل 0739 سرعة 93 93.
الإجراء كان فوريا ضد المخالفين، توقيف صاحب المركبة وتطبيق القانون والذي ينص على الاحتفاظ برخصة السياقة إلى غاية تسديد المخالفة. تكون على علم يا أخي الكريم، النقطة هذه اللي رانا مدارين فيها دوكا في الوقت هذه اللي مدارين فيها جهاز رادار على مستوى الجسر، جسر صالح باي بونجيون. النقطة هذه راهي تشهد يوميا حوادث مرور خطيرة مما تؤدي إلى الوفاة في وسط المدينة، يعني راهي حاجة مؤسفة. لهذه الأسباب راهي يسمح لك القانون باه تمشي 60، انت راك ماشي 83. حنا في النقاط هذه نوجب علينا باه نعلموك في نفس الحين تكون عقوبة باش المرة الجاية ما تتجاوزش السرعة. عندك مخالفة، مخالفة تسد المخالفة تاعك في ظرف 10 ايام تريكيبيري البيرمي تاعك من امن الولاية. عنده مخالفة من الدرجة الثانية. شوف الأخ الكريم، راهي عندك مخالفة من الدرجة الثانية، عندك جهاز الرادار راهو تمكن منك من السرعة، راك تجاوزت السرعة القانونية، راك قانع بالمخالفة تاعك. نتائج حوادث المرور عادة ما تكون نتائج وخيمة، سواء كانت فيها ضحايا من قتلى أو حتى من جرحى، الذين منهم حتى من يصابون بعاهات مستديمة ويستمرون في حياتهم بدون رجل أو بدون أحد الأطراف، أو حتى يصابون بشلل. لذلك يعني وجب علينا جميعا أن نتضافر وتتضافر جهودنا لأجل الحد من هذه الظاهرة، أو على الأقل التقليل من أخطارها. هذا باتباع العديد من الأمور، والمديرية العامة للأمن الوطني لديها برنامجها في هذا الإطار لمكافحة هذه الظاهرة. تزهق حوادث المرور أرواح مئات الأشخاص سنوياً، ويتعرض الآلاف لإصابات مميتة، علما أن العديد منهم يصاب بعجز ناجم عن إصابتهم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك، لاباس؟ واش راكي؟ لاباس؟ مرحبا بكم، لاباس بخير؟ واش راكم نتوما؟ لاباس الحمد لله. جوزو تركيا في العقد الثالث من عمرها، هي الآن مقعدة على كرسي متحرك منذ 14 سنة بسبب حادث مرور أفقدها السيطرة على نصف جسمها، قلب حياتها رأسا على عقب، ولا زالت تتذكر وقائع الحادثة إلى يومنا هذا. شرف لي إن شاء الله، يسعدني هذا النداء. من 2008 للدركة تبدلوا أشياء، الحوايج بزاف تبدلوا. تركيا في 2008 كانت تمشي على رجليها وتخدم خدمتها وحدها، كنت مدارة في سوسياسيون نروح نخدم ونجي نعاون الناس المحتاجين اللي يحتاج نعاونه، نخدم أشغالي وحدي في الدار، نطيب، نكنس، نسيق، نفرز، عايشة حياتي كما كاع الناس. بصح تركيا 2022 هي عكسها خلاص، حتى تماما عكس تركيا خلاص، لاني ساطح اشياء غيرت في حياتي، ساطح اشياء غيرت في حياتي. تنقلنا رفقتها الى مكان الحادث لتروي لنا قصة الحادث الذي تعرضت له. اصعب حاجة انك تكون في نفس البلاصة وتتفكر كيف كنت وكيف عدت، صعيبة بزاف
انك تكون تجري وتخرج وتحلم وناشط في نفس البلاصه. بعدا كان قبل في نفس البلاصه اللي مشيت فيها كانت عندك احلام انك رايح تجيب حوايج باش تكون مستقبل، ومن بعد جيتي تلقى روحك انت والو. صبحت في كانت نسيمه تدير، كانت تركيا تدير وكانت نسيمه تجيب. درك نسيمه والو، احنا عند عمتي وقعدنا شربنا قهوه كيما كاع الغاشي فرحانين وزيانين والخير. وكشي وصل الوقت للدماغ باش نديو نديو ولا عاد نجيو على روحو. حنا جايين مروحين جوايه الخمس أربعة ونص هكاك تاع العشيه، كان الجو شويه مسحب. بعد كشي كي عندنا جايين مروحين مع الطريق شويه راح الحال وراح الحال وراح الحال وراح الحال، جينا نمشيو وشويه زدت ولات بخوت كانت اسمها شويه الدنيا مسحبه ولات نطبخ. كي ولات نطبخ الطوموبيل ضربت لصاحبتي، كي ضربت الطوموبيل صاحبتي فقدت السيطره، كي فقدت السيطره رماتها راحت ولات تكركب الطوموبيل. تقلبت للتقليبات، كي تقلبت للتقليبات خرجنا هي خرجت ما الحمد لله ما صارها ليها وخطها والو، ولكن انايا دخلت بين الكوساله والكوساله بين الواحد تاع الواحد ودخلت هكا. كي دخلت هكا تكسرت العمود الفقري تاعي، وما تكسروا تكسر يدها وتكسروا شطوب. المركز الولائي للمراقبة بالفيديو المكلف بتسيير كاميرات الحماية يلعب دورا مهما في مراقبة حركة المرور وتتبع سلوكيات سائقي المركبة. واصل واصل حوام واحد، زوم عليك ليو هذيك حوام واحد. واصل اقرب دورية من بابا جولف تعجل. العجل وكل احتياطات في النقطة هذه. واصلون فيزيال 5 على 5 وفيني برقم تسجيل تاع المركبة سريع 3. ايجابي 5 على 5 حوام واحد. اكد معاك هذا مادي فقط، ايجابي يا سي تاع بول مومو هذا مادي فقط. نقول لك خرج لي واحد وحد. حضرت سجلنا حادث مرور على مستوى حي زيادية بكاميرات المراقبة. طلع في الميرديوماج طلع. أقرب دورية من منحدر زيادية تعطيني الإشارة. نتلقي السيطرة للوقوف. واصلني اللاحظ كاين حادث مرور تسلسلي، حافلة فقدت الفرامل فيها أربع مركبات. نعجلوا النقطة هذه وعطينا عرض حال. لي بومبي عيط الحماية، واصل في الحين محطة. الو السلام عليكم، الحماية المدنية، مساء الخير زميلي. زميلي سجلنا حادث مرور جسماني على مستوى حي زيادية في عدة ضحايا، حادث مرور تسلسلي حافلة عدة مركبات في عدة ضحايا. زميلي ماذا بك كمل تلتحقوا بالمكان رابيدمون. شكرا بارك الله فيك. اون فوا سير بلاص بعد الفضوليين هادو، بعد الفضوليين معرقلوا حركة المرور. ايجابية سيرطا. أني نلاحظ كذلك الشاحنة النفعية هذيك الباعة غير شرعيين هي المتسبة في حادث المرور هذا، نأكد لك هي كانت في وسط الطريق، نستخدم معها الإجراءات. وصل محطة، لحظات نستخدم الإجراءات، وصل محطة. حيث وقفنا على عمل هذا المركز رفقة ضابط الشرطة المكلف بالتنسيق مع أفراد الشرطة المتواجدة في الميدان، والتي قامت بمراقبة السائقين المخالفين خاصة الحافلات وسحب أوراقهم. كما راكم تلاحظوا معنا في هذه الأوينة عبر كاميرات المراقبة رانا لاحظنا مجموعة من الحافلات بتصرفات من اللامس أولى اتخذوا من مخرج المحطة الغربية لنقل المسافرين موقف حافلات موازي. بمجرد ما أننا نعينوا هذه المخالفة بواسطة كاميرات المراقبة في الحين دوك نوجهوا أقرب دورية للمكان. محطة إلى متنقل. متنقل في الاستماع حول. متنقل نأكد لك عبر كاميرات الحماية رانا نلاحظوا حاليا ثلاث حافلات في وضعية ممكن تشكل خطر على مستعملي الطريق مخرج محطة المسافرين الغربية. وصل
واصل واصل المحطه في الحين، في الحين تقدموا النقطه دي تاخذوا الاجراءات اللازمه. واصل واصل متنقل رابيدوم للنقطه هذه بصرامه، بصرامه مع المخالفين. واصل واصل في الحين واصل يبوسير بلاص تاخذوا الاجراءات ونعطيك اشاره اتصل. تربية روسي وصل. كما راكم تلاحظوا معنا تصرفات لا مسؤولة من طرف أصحاب الحافلات، راكم تلاحظوا معنا ممكن تودي بحياة الناس، بحياة المواطنين. نأكد لك في هذه الأوينة وصول عناصر الشرطة اللي سبق ووجهنا لهم إرسال. متنقل حاليا، رانا نلاحظوا فيك، رانا نلاحظوا فيك سير بلاس بصرامة بالنسبة للحافلات ديالك ولا حافلة غدر، اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة مع المخالفين. هل تصل؟ وصل وصل، هذا محترم نقاط المحطة في الحين، سحبوا الوثائق تخدم من إجراءات لازمة. وصل المحطة. واصل 5 على 5 سنكسر سنك على سرعة التدخل تاعك متنقل. واصل واصل المحطة. متنقل متنقل من المحطة. في الاستماع محطة، في الاستماع سانكسير سانك حاليا نون فيزيال، اون فيزيال راك مسير بلاس، راك متبشر في الإجراءات 5 على 5، أنا نلاحظو معاكم بالوسيلة. بالتأكيد بالتأكيد، هذوما العافلات اللي وجهتونا لهم عندهم عدم احترام نقاط المحطات، دوك تاخذوا معاهم الإجراءات القانونية محطة. تري بيان تري بيان، سانكسير سانك على سرعة التدخل تاعكم بصرامة وفق القانون، أكدوا نطبقوا القانون وفقط. متنقل أرسل وصل وصل. عند وصول المعلومه لقاعه العمليات باللي كاين حادث مرور في نقطه ما، اولا كيف توصلنا المعلومه؟ يا نرصدوها مباشره بكاميرات الحمايه، او نتلقاو اتصال عبر الارقام الهاتفيه تاعنا 1548 او رقم نجده 17، او حتى تطبيق الو شرطه قادر يبعثوا لنا مباشره صور الحادث. كذلك قادر نتلقاو ارسال مباشره من عند القوات العامله تاعنا في الميدان، دوريه راجله او راكبه. كذلك قادر نتلقاو اتصال من طرف الشركاء الامنيين سواء الدرك الوطني اذا كان تلقاو اتصال الحادث صار في القطاع تاعنا وتلقاو اتصال على الرقم الاخضر 1055، يعطيونا نقوموا بالاجراءات. كذلك نفس الاتصال نقدر نتلقاوه من طرف الحمايه المدنيه، الحمايه المدنيه دوك نوليو له لانه شريك اساسي في حوادث المرور. اثناء وقوع حادث المرور اولا نوجهوا اقرب دوريه للحادث، ثانيا معرفه نوع حادث المرور سواء كان انفرادي تسلسلي في عدة مركبات سواء شاحنة مقطورة وزن ثقيل حافلة دراجة نارية إلى آخره. كذلك إذا كان حادث مرور مادي أو جسماني، هذه المعلومات مباشرة نستغل صاحب المكالمة ونوجه هذه المعلومات للحماية المدنية. الحماية المدنية المعلومات هذه بها توجه عدد سيارات الإسعاف، كذلك توجه شاحنات الإطفاء أو لا، كذلك إذا تدخل تحم يستلزم الطبيب وما غير ذلك. قادر إذا تلقينا المكالمة من عند الحماية المدنية هم يوجهونا إذا كان كاين تحقيق نوجه الشرطة العلمية، كاين عرقلة في حركة المرور للقوات تاعنا في النقطة هذيك تسهل وتنظم حركة المرور. كذلك تحمي للأسف الممتلكات تاع المواطنين ولا تاع الضحايا، تحميهم من بعض محاولات السرقة. كذلك ما نعطلوش الناس يعني الفضوليين، نحاولوا ندخلوا بإبعاد الفضوليين عن مكان الحادث إلى آخره. كذلك الدور تاعنا الأساسي هو في حادث المرور هو حماية الأشخاص وممتلكاتهم، الضحايا في النقطة هذيك، ونوجه إرسال العناصر تاعنا العاملة في المستشفى، يوجه الطاقم الطبي الاستعجالات تاع الطواقم الطبية بها تحضر نفسها لاستقبال الضحايا. كل هذا يعني في صالح المواطن، خدمة المواطن. نرجع يعني السبب الأساسي تحوث المرور كما لاحظتوا معنا هو السرعة، يعني كي تعود مسرع لا قدر الله، كي تعود ماشي في تأني لا قدر الله وصرا حادث مرور، يعني ما يكونش بهذيك الجسامة كي تكون مسرع. السبب الأساسي لحوادث المرور هو العامل البشري، يتمثل في السرعة، السرعة المفرطة هي السبب الأساسي لحوادث المرور. ومن قال أن حوادث السير تقتصر فقط على المركبات، الدراجات النارية هي الأخرى باتت طرفا في معادلة
إرهاب الطرق. فقد أصبحت الطرقات السريعة مسرحاً لتجاوزات ومناورات يقوم بها سائقو الدراجات النارية. الوقوف والتوقف الممنوعين لأصحاب المركبات على مسلك صالح باي سبب من أسباب تكرار الحوادث في المكان، وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة. درك ان شاء الله انا نعطيكم تعليمات كيفاش نتوما تروحوا تدخلوا في الجسر العملاق فيما يخص الركن الممنوع في الشريط على الوقوف الاضطراري، وين ديما يوقعوا لنا حوادث مرور، وتدخلوا بصرامه مع اصحاب هذو السيارات للوقوف ممنوع، الوقوف خطير. الجسر العملاق كما يعرف الجميع دائما يتسبونا في حوادث، حنا بواسطه يعني لقاعه البث والارسال وجهونا يعني بواسطه الكاميرات المراقبه والحمايه، روحوا تدخلوا في النقطه هذيك ووافيونا بعرض الحال تدخلوا بصرامه معاهم، وما كانش يعني اللي يبقى راكن في النقطه هذه مهما كان الظرف تاعو الا في الحالات المعروفه قانونا. مفهوم التعليمات؟ مفهوم. هيا روحوا ربي عينك. كثيرا ما تعتمد مصالح امن طرقات قسنطينه على فرق الدراجات الناريه لسرعه تدخلها لردع المخالفين. المهام الكتيبه اللي فيها فرقتين تتمثل في تسهيل حركه المرور والتدخل يعني في النقاط التي تعرف ازدحام مروري كبير، وين تدخل في الوقوف يعني العشوائي خاصه على الارصفه، ومدينه قسنطينه تعرفوا الازقه تاعها ضيقه، ولهذا رانا ندخلوا يعني بصوره دائمه. كذلك فيما يخص يعني فرقه الدراجات الناريه اللي عندها دور مهم ومهم جدا في التدخل، خاصه في الاماكن اللي تكون ضيقه وين يكونوا هما اول المتدخلين، خاصه عند وقوع الحوادث المروريه اللي عندنا بعض النقاط السوداء للاسف اللي دائما يكونوا تم وضعيه ثابته ووضعيه متحركه. كذلك يكونوا هم المتدخلين الاوائل فيما يخص تسهيل حركه المرور لغايه وصول الحمايه المدنيه. كذلك يدوروا في النقاط التي تعرف يعني خاص نحن على مقبلين على الدخول المدرسي من المدارس والمحاور الكبرى، كل هذه المهام تدخل يعني في مهام كتيبه حركه المرور وامن الطرقات. احنا ندخلوا في الطريق العام اي ظواهر بالاضافه للحركه المروريه، اي ظواهر يعني تنغص حياه المواطن ولا يعني تشوه المنظر العام احنا رانا ندخلوا بها، وكذلك نقوموا بالتبليغ المصالح المختصه من اجل تدارك الامر. مرحبا بك في ولايه قسنطينه. على بالك عندك مخالفه تاعك، مخالفه يقولوا له الوقوف ممنوع لمحور الدوران، راك انت متسبب في مخالفه، راك على علم ولا لا؟ احنا يعني الاساس تاعنا مش المخالفه، هي في التوعيه انه هذه المخالفات او هذه الوضعيات راهي تسبب خطر عليك انت شخصيا وعلى المواطنين. لذا يعني من الواجب نتفاداوها من يعني اقصى حد. هذه لازم تكون هي مام انت كي هذه تستفاد منها هذه المخالفه وتعلمها تعلمها للناس الاخرين باش ما يرتكبوش نفس الاخطاء، هكا باه ما تكونش عندنا حوادث يعني بعيد الشر مميته او اي تكون هناك يعني غلط باش ما تقدرش تهرب من حاجه زاد رزعه غلطه.
السيارة. رانا وقفناك، رانا هنا قمنا بتوقيف وسحب الوثائق تاعك. راك على بالك من المخالفة اللي ارتكبتها؟ لا لا. وش هي المخالفة تاعك؟ الباس مال لالين جون. لالين جون هذه يا راي فوق لالين جون، راك هنا في منعرج على مستوى الجسر العملاق، هذا منعرج خطير. يقولوا لها المخالفة الوقوف في منعرج خطير، هذا منعرج خطير، هذا يتسبب عدة حوادث، يكلف عدة أرواح. هذا راك في وضعية يعني جد خطيرة. يا ريس راح نصور ورقة بركة نبعثها يرجو. هذه اللي تهضر عليها الثواني دقائق ولا ثواني راه يتكلف أرواح. هذه الوضعية تاعك راهي جد خطيرة. من الأفضل راه كان هي كاين حاضرة، كنت تركن فيها وكنت تبدي تاخذ الوقت تاعك. هنا هذه المكان هذا راه يعتبر خطير، خطير جدا، وهنا حدثوا فيه عدة حوادث، سجلنا عدة حوادث لهنا على مستوى أمن الولاية، خاصة على مستوى الجسر هذا. لذا نسحبوا منك الوثيقة والوثائق تاعك ونحررك المخالفة. وحنا الأساس والأهم تاعنا أنك تكون واعي بهذه التصرفات، يعني حاجة هكا، يعني حاجة اللي تشوف فيها بسيطة راهي تكلف أرواح ناس، من الأفضل والأحسن نتفاداوها. هذه مليحة لكل الناس عامة الناس. تقدم عندنا مكتب فقط الدراجات النارية، حررك المخالفة تاعك والتسديد تاعها في أجل قدره 10 أيام، ما يفوتش 45 يوم، لأنه كي يفوت القانون الجديد 45 يوم راه يحال على العدالة القضاء. هكذا يوم سعيد أخي. حنا يعني المساهمة تاعنا يعني نديروها على شقين، يعني شق يعني تاع التحسيس والتوعية، وشق يعني ردعي تدخل يعني في عين المكان مع بعض الظواهر يعني اللي المؤدية مباشرة إلى هذه الحوادث. يعني الوعي في بعض الحالات ما يكفيش، لازمنا يعني يكون التدخل استباقي ويكون تدخل بصرامة، خاصة في النقاط اللي تعرفوا بعض النقاط ما نرجعوش السبب كامل للعامل البشري، هو عامل أساسي، ولكن بعض النقاط السوداء اللي تكون فيها يعني بعض الأشغال ولا بعض الحفر، وين ندخلوا ونعلموا المصالح المختصة اللي نكونوا معهم يعني في عمل دائم وفي اتصال دائم من أجل تدارك هذه الأمور ومعالجتها باش نحدوا ونقلوا من هذه الحوادث المرورية للأسف اللي في الفترة الأخيرة راهي ازدادت، خاصة مع الصائفة وموسم الاصطياف. عمي سعيد هو ضحية حادث مرور، قصته مؤثرة. بعد أن كان بطلاً جزائرياً في رياضة جودو، أصبح اليوم برجل واحدة. لما الإنسان يقول أنت الناس أنت بكري، يقول لك تقصير الأعمار تعمل بصار بوكس انسان كي تكرصاتك ما هو ربي العالمين زاد دار لي عيشه خلاف. انا ما كانش لي حاطني عيشه كما جا السبور، ما كانش يحطني عيشه النمو زاد لي ربي عيشه. احنا رانا درك واحد تازنا عيشنا لنا نقولوا الحمد لله، سير مازال بكره ويقول الحمد لله. مهما دار لي السكر من سبب دار لي السكر من كي نفكر كيف كنت في السبور وكيف كنت هكذا وكيف كنت هكذا وكيف كنت في الصاله. تكون في الصاله ودك راك حاجه وحده نحس باللي كلي طفل صغير خلاص يفكر في حاجه اللي صغيره. بعد اكثر من 20 سنة رافقنا عمي سعيد الى مكان الحادث بحسره ومراره والم، يروي لنا عمي سعيد قصته المؤلمه التي غيرت مجريات حياته. كنت عندي حوايج انا تاع ديابي، انا كان يخيط عندي ديابي ومن بوعليا. الحاج كانت عنده مشيه، الحاج ديابي كان خارج راح الجزائر، كان راس فيدرالية تاع الموك تاع الجزائر، هو اللي راس فيدرالية.
خيط لي ديت حوايج ما جايبهم له. جينا انا واحد، انا قلت للسيد اللي معايا قلت له هاك ديهم له ما كانش شقيني، مشى خرج من الحانوت من عندي ومن بعد دار رومبا ولا قال لي ترى انت خير، قال لي نحشم من ثيابي ما نقدرش نروح عنده، روح معايا. جينا ركبنا جينا وصلنا لتراك سطيف كارا، خرجت انا هزيت الحوايج من لامار من عنده، لهش رجلي الاولى الثانيه يا من عاش هذا هو هذاك وين نعرف ما شفتش خلاص ثلاث ايام وانا في السبيطار حتى باكي فطنت انا على احتاجيت هنا وكيفاش جيت وكيفاش يومين في يومين حسيت اني نعرف حسيت باللي رجلي ماهيش نورمال. زادوا سنا قال لي الحاج ما زاد نسنا ونشوفوا بالك تا شوي عليها بالاثنين الاثنين على 11 ونص جاني الحاج مازا الله يذكره بالخير ابو زيتونه قالوا لي الشيخ على بالك راح نديرو قلت له على بالي يعني هنا فما سي بوزيسيون وعلى بالي قال لي من راح نكسر الكراك ما عنديش ما نقول لك وما نديرش الكوراج ما نقدرش نلبسها لك راح يعني كي نشوف هكاك والله نولي نبكي ما نقدرش عليك سامحني لا تأثرت فيا بزاف باش نقول لك اني مليح والله ماني مليح واش نصح لربي هذا واش نقول لانه كنت عايزي ومن بعد رحت عايزي لما تشوف قول الحمد لله وخلاص صبر روحي برب العالمين وربي موش بخلني والله الشيء اللي نقوله يسهل فيه يسهل فيه يعني شوف 30 سنة ونعيش فيها كم سامد ربي فيها كيف وربي رزقني ساعة يكون ساعة ما يكونش ما نهضرش على المادة المادة ما المادة بقى تروح وحنا ما نروحوش بس الصحة تاع الإنسان هو اللي يخمم عليه ما تروحش هذا واش راح نقول لك يعني كي نحيها ديك ساعة ساعة ننسى نحيها ونهبط من فوق الكنابي نحس روحي ساعة نطيح ننسى كراهية كان ما كانش ننسى كراهية كان ما كانش. مئات القتلى والمصابين ليست بالأصيلة الهينة دون الحديث عن الخسائر المادية كل هذا بسبب التهور والإفراط في السرعة ويبقى الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن على حد سواء. راح ندخلوه مع المركبات المتوقفة سلطة.